الرئيس العالمي يناقش عمل كل من مجلس القضاء الأعلى وما حققته اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة، يؤكد أن تأخير تشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل المجلس الرئاسي لم يعد مفهوما. والانتقال الجنوبي يشدد على أن محاولة إبعاد قضية الجنوب عن المسار التفاوضي لن تفضي إلى حلول تنهي الأزمة، والمبعوث الأممي يبحث في أبوظبي جهود إحلال السلام.